هاي اليوم رح نكون عم نشتغل على عضلة الصدر. مع عضلة الصدر رح نشتغل بايسبس ومعدة، ومثل ما بتعرفوا كرمال نحمي حالنا من الإصابات لازم على طول نبلش بالورم اب او التحمية. سو ليت ستارت. اول شيء رح نبلش بالرانن بليس. رانن بليس هي بديل للمشي او الركض، بتسرع الدورة الدموية بالجسم وبتحمينا من الإصابات. 3 2 1. اوكي، بما انه رح نشتغل تشيست مع تشيست بيشتغل شوي الكتاف، ورح نشتغل معهم البايسبس، ولازم نحمي تشيست كتاف وبايسبس. ليتس ستارت. اول شيء بالكتاف بنوسع ايدينا قد ما فينا، بنعمل فول روتيشن. 3 4 5 6 7 8 9 10. ريفرس لتاني ميلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا ايدينا بهيدا الشكل وعم نرجع ايدينا لورا قد ما فينا. سو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، سو هلا ايدينا بهي البوزيشن، عم نفتح ايدينا لورا قد ما فينا وعم نردهم. نكون عم نحمي كتفنا من ورا والتشيست تبعنا. سو 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا ايدينا بهيدا الشكل عم نشدها لجوا ومنعد 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تاني ايد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر شيء للبايسبس تبعنا بهيدا الشكل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا نحن صرنا ريدي، عم نبلش باول حركه. لاول حركه بحاجه لدامبلز، نكون نايمين على الارض، ايدينا بارلل مع جسمنا، عم نطلع لفوق وعم ننزل بلا ما يدقوا كوعنا بالارض. سو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ 5 second rest. في حال عنا مثل البانك نقدر نكون عاليين عن الارض، هيك بس ننزل نقدر ننزل اكثر وبوش لفوق، اكيد بكون عم ناخذ نتيجه احسن. 3 2 1. اوكي، تاني حركه رح تكون تقريبا سيم موفمنت، بس نطلع لفوق عم نبرم ايدينا بهيدا الشكل وننزل. سو 1، وهيدي الحركه بس نبرم ايدينا نكون عم نشغل العضله الجوانيه تبع الصدر. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ 5 second rest قبل ما ننتقل لثالث حركة اللي هي الفلايز. 3 2 1 ليتس جو. اوكي، الفلايز ايدينا بهيدا الشكل، كوعنا مطعوجين الربع تعجي مش اكثر، كوعنا عم ضلوا بسيم بوزيشن وعم نفتح قد ما فينا، نرجع مندق الدامبلز ببعضهم. سو عم نفتح لهون. 2 3 4 5 6 7. هيدي الحركة عم بتحرك لنا العضلة
الخارجية تبع الصدر، يعني العضلة اللي هي حد الكتف، تعطينا الشيب تبع الصدر من فوق. 9 and 10. ناخذ 5 second rest. three two one. اوكي هلا رح نشتغل البول اوفر. بول اوفر نحن بنعشي الدمبلز واحد، ايدينا بهيدا الشكل وعم ننزل لورا قد ما فينا بلا ما ندق بالارض، وعم نرجع نطلع بمستوى صدرنا قبيل صدرنا. سو عم ننزل لورا قد ما فينا نرجع مقابل صدرنا. هيدي الحركة عم تشغلنا العضلة اوطى عضلة بالصدر. سو 2 3 4 واكيد مثل ما قلت سافي بانك بنقدر ننزل لورا اكثر، كنا احنا عم نعمل تنشن اكبر على الصدر، which is اكيد بتعطينا ريزلت احسن. 5 6 7 8 9 and 10. اوكي سو نحن هلا بنكون اشتغلنا اولموست كل عضلات الصدر. ليتس ستارت بالبايسب. اوكي اول حركه بايسبس، على طول بيسالوا العالم ليه بنشتغل بايسبس مع الصدر مش ترايسبس؟ لانه نحن بس نشتغل صدر، الترايسبس تبعنا بكون اوريدي اشتغلت مع الموفمنت تبع التشيست. سو حركات الصدر هن بيعطوا تنشن اكثر على الترايسبس من البايسبس. سو افضل انه نشغل البايسبس مع الصدر. اوكي سو اول حركه رح تكون بنطلع بهيدا الشكل، نرجع ننزل لهون. اوكي سو عم نبرم لفوق ننزل لتحت قد ما فينا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي ناخذ 5 second rest. اول حركه بايسبس، سو نحن شغلنا العضله الداخليه تبع البايسبس، هلا بدنا نشغل العضله الخارجيه. 3 2 1. اوكي ثاني حركه، ايدينا بهيدا الشكل بعد عن جسمنا، عم نطلع لفوق بلا اي روتيشن وعم ننزل لتحت. سو 2 3. قدام نفتح ايدينا قدام كنا نعمل فول اكستنشن للعضله، عم نكون عم نعطيها عم نحركها كلها. 6 7 8 9 and 10. بناخذ 5 second rest قبل ما نروح على اخر حركة بايسبس اللي هي الهامر. سو 3 2 1. اوكي الهامر ايدينا بهيدا الشكل، عم نطلع لفوق قد ما فينا، 10 عم ننزل لتحت. سو 2 بس انزل قد ايه بقدر بطئ النزله تبعي قد ايه بكون عم بعمل تنشن اكبر على العضله وعم باخذ نتيجه احسن. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. سو بكون عملنا اولموست حركنا كل عضلات البايسبس. بيبقى عنا لليوم حركة معدة. معدة مثل ما انا بركز على طول انه المعدة قدام بركز على اللور ابس قدام بكون عم ناخذ نتيجة احسن، لانه هي اصعب منطقة بالجسم للمعدة. سو بدنا ننام بهيدا الشكل، ايدينا اجرينا ممدودين، عم نطلع لفوق قد ما فينا وننزل. 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 and 10. So هذا الاكسرسايز هو كثير مهم، كون اشتغلنا بايسبس ترايسبس وعملنا حركه معده. هذا الاكسرسايز قد ايه بتعيدوه قد ايه بتاخذوا ريزلت احسن. وهيك بتكون خلصت السيشن لليوم. Hope you enjoyed it. Stay healthy, stay safe. See you in the next session. Bye.